السلام عليكم مرحبا بكم في القناة وفيديو جديد اليوم ان شاء الله فيديو غتدوزوا معايا واحد النهار من الصباح حتى الليل ان شاء الله غنشارك أه، أه، معكم كيفاش دوزت هذا النهار هذا واخا ما فيه شي حاجه خارقه للعاده ولكن أه، أه، بعضياتنا اول حاجه قبل ما ننسى بغيت نبارك لكم العواشر رمضان مبارك ان شاء الله يدخلوا عليكم وعلينا وعلى الامه الاسلاميه كامله بالصحه والهنا والامن والامان والطمانينه والسلام يا ربي ويكون هذا رمضان هذا هو رمضان ديال الخير على المسلمين كاملين اللي كيتعذبوا مساكن اللي عايشين في الحرب واللي عايشين في في العذاب يا ربي يفرج عليهم في هذا رمضان هذا وما ننساوش اننا نديهم معاهم دائما نتفكروهم بالدعاء وهو أضعف الإيمان أه، واحد الشيء الآخر بغيت نستشر معكم بغيت نسولكم شنو هي فعلا النوع ديال الفيديو اللي كتحب كتحبوا انكم تشوفوه تفضلوا انكم تشوفوه انا دابا ان شاء الله بديت في التحضيرات ديال رمضان كيف ما شفتوا في جوج فيديوهات هذه الاخيره مع انني ماشي شي تحضيرات بزاف لان العائله ديالي يعني ماشي كبيره بزاف مهم انا تقريبا ساليت التخمال تقريبا واحد سبعين في المية من الدار ساليتا ومن التنظيف طبعا وبديت في ديال السلو وديال الشباكيه وبديت كنصور هذاك الشيء ان شاء الله هذاك الشيء شاركو معكم الى كتاب ولكن من غير هادشي شنو بغيتوا تشوفوا في رمضان ان شاء الله انا كنفكر انني نبدا نصور فيديوهات الى كتاب الى تيسر ان شاء الله يعني كي دوزت النهار يعني ماشي غير الطعام صلاة الجامع الا خرجت اي شيء ولكن طبعا حنا كنعرفوا النهار ديال رمضان أغلب ديالو غادي ندوز شي اغلب ديالو يعني واحد الجزء من واحد الجزء كبير من اليوم غندوزوه في الطياب ماشي مسلمين كاملين غير ربات البيوت شو لانهم هذه هي المسؤوليه ديالهم يحضروا مائده الافطار ان شاء الله ما ننسوش النيه اننا كنعملوا هادشي في سبيل الله هذا هو العمل يعني جزء من العمل ديالنا فماشي مسلمين كاملين هذا يعني نقولوا الماكله هي الهم ديالهم الاول والآخر ماشي بالصح غير حنا ملي كنكونوا صايمين كنبقاو نتشهاو وطبعا المراه هذا ماشي المراوات كاملين الانسان اللي كيطيب لوليداته والعائله ديالو هذه هي جزء من العمل ديالو يعني. المهم بغيت نتشاور معكم واش هذه الفكره هذه مزيانه شنو الراي ديالكم واش عندكم شي افكار اخرى وان شاء الله نحاول انني نبقى ننزل فيديوهات دائما مع انني بديت كنمل هذه السلسله ديال الروتين والطياب و... ماشي كنمل ولكن لاحظت انه فيه التكرار بزاف ماشي بالنسبه لي انا فقط وبالنسبه لكم نتوما يعني تقدروا تملوا من هذه الفيديوهات هذه فبركه من الهضراء بزاف هضرت بزاف ان شاء الله دابا غتقولوا شنو كتعمل انا دابا اليوم من بعد ما فطرت شربت القهوه وجمعت هذاك الشيء الخفيف ديال الصاله عندي واحد المخيدات كون شريتهم من ايكيا ولكن للاسف ما فيهمش العماره بزاف فاون فوا كتجلس عليهم ولا كيجلس عليهم شي واحد ولا كيقيسهم صافي كيتفشوا فبغيت نعمرهم ولكن للاسف الابر ديال ماكينه الخياطه ديالي كاملين تهرسوا خيط هذوك الريدويات كانوا غلاط نقصت من منهم يعني توب السميك بزاف تهرسوا لي كاملين فاليوم غادي نخيط بيدي غنجهز واحد واحد الربيعه هكذا ديال من فيها المسائل ديال الخياطه باليد لان شي بعد المرات هكذا كان حلو ما كتكونش الماكينه فهاد الربيعه هادي كانت هي ديال واحد ال... الحقيقه ماشي انا اللي شريتها كان غوستي وعجباتني وعطاتها لي غنعمل فيها المسائل ديال الخياطه ديال اليد عملت فيها الخيوط خيوط صغار. ماشي هذوك الكبار هذوك الكبار ديال الماكينه غنعمل فيها الابر بحال أه، اللي كتشوفوا هنايا ديال الخياطه اليدويه هادو أه، الفنيتات بجميع الاحجام غادي نعمل ايضا أه، واحد المقاس صغير هادوك الدبابيس اللي بيس اللي كنتبتو بهم التوب ولا القماش ملي كنبغيو نخيطو المهم هاد المسائل كاملة غادي نجمعها في هاديك الربيعة هادي كيف ما قلت لكم واحد المقيس صغير وهادي ما في الحقيقه علاش كتصلح ولكن كنظن كيميوها في الصبع باش ما باش ما كيتكش بالابره هذيك الربيعه الكبيره عندي فيها المسائل ديال الماكينه ديال الخياطه وهذيك الصغيره غنخليها الخياطه ديال اليد هكذا ماشي بعض المرات كنتحصروا شي حاجه كتقطع شي حاجه غير خفيفه ما يمكنش ندوزوها بالماكينه ضروري ما تكون هذيك المسائل ديال الخياطه باليد عندنا على يدنا الا احتاجنا تقطعت شي إضافه ولا تقطعت شي حاجه خفيفه هكذا شي سروال ولا ما يمكنش ندوزوه بالماكينه كنخيطوه باليد ولا فحال اليوم غادي نعمر هاد المخاد هادو وغادي نخيطهم بيدي هذه هي الربيعة غادي نضيف لها واحد الحاجة حاجة وحدة هي هذيك هنا بديت كنحل في واحد ال... هاد المخدة هادي عندي زايدة كنت باغا نستغل هاد العمارة اللي فيها نزيدة في المخايد الاخرين ولكن قبل ما نبدأ غن... غادة... آه... شفت ان لي باريك يبقاو هكذا في هذيك الربيعة وشي بعض المرات يقدروا يضيعوا لنا وانا دائما كيطيحوا لي لي باري والفنايت في الارض فغنصاغب واحد اللعيبه هكذا فحال واحد المخده صغيره ديال لي باري غنصاغبها بشويه ديال العماره المخد... ديال المخدانيت غناخذ واحد الطريف ديال التوب اي توب ممكن تستعملو اي طريف ديال التوب عندكم زايد اللي غنقطعوا على شكل مربع ومن بعد غادي نتنيه على ربعة وغادي على شكل دائري ماشي ضروري يكون دائرة مية في المية المهم غير شكل دائري وصافي غيجي هنايا بحال واحد شكل أسطواني عندي هنايا الخيط وليبرا والنهاية ديال الخيط عقدتها أو ربطتها وغنبقى ندخل ونخرج الليبرا في هاد الشكل هذا حتى نكمل الدائرة كاملة باللغلي هذه الغرزه هذه سميتها رانين ستيتش حتى كنوصل لنقطه البدايه من بعد كنجبد آه الخيط بجوج من الجهات يعني الخيط اللي خليت في البدايه والخيط اللي كملت به كنجبدوهم وكنحصلوا على هذا الشكل هذا اللي كتشوفوا هنايا دابا غادي نقوم با... غادي نعمر هاد هاد القماش هذا بالعمارة ديال المخدة صوفة او قطن او اي حاجة عندكم وغادي نجبد الخيوط بجوج النهاية والبداية وغادي تكون عندي في حل واحد السريره صغيرة من بعد غادي نتبت هذيك الجهة اللي فيها الفتحة بالخيط والإبرة باش ما تخرج ليش العمارة فيما بعد هذه مخدة ديال الدبابيس شكل بسيط جدا من ابسط الاشياء اللي ممكن تصاوبوها الا بغيتو شكل يكون زوين شوية غنخلي لكم غنحاول ان شاء الله الا تفكرت نخلي لكم رابط اسفل الفيديو كيفاش تصغبو وحدة تكون زوينة على شكل يقطين يعني قرعة وايضا وحدة الا بغيتو تصاوبوها في يدكم بالنسبه للناس اللي كيخيطوا بزاف الملابس من بعد ما كنت مزيان غنعمل واحد البليصه هكذا في الربيعه غنخويها ومن بعد غادي نوضع شويه ديال اللصاق الساخن اللي ما عندوش ماشي ضروري ممكن تحطوها غير هكذا في هذا الربيع ولكن انا غادي نوضع هذا اللصق هذا حيت عندي باش نتبته مزيان وما تبقاش تمشي وتجي في وسط الربيع وصافي غادي نوضع فيها الابر الدبابيس هذوك اللي فيهم دوك الدويرات الفوق وايضا الابرة ملي كنخيط بها كيبقى فيها الخيط فغادي نرد ندخلها تما باش المره الجايه نلقاها بسهوله وهذه هي ربيعة ديال الخياطة باليد فيها الخيط فيها ليباري فيها الفنايت فيها واحد المقص صغير يعني ممكن ايضا توضعوا فيها صدايف اللي عندكم زايدين المسائل اللي كيتحتاجوا للخياطة باليد بالنسبة للمخدة هي هذه أول حاجة بغيت نقولكم لكم تأكدوا بأن المخدة معمرة بالصوفة وخمسة وخا ماشي الصوفة ديال بصح معمرة بالصوفة ما تكونش معمرة بالريش لأن هي كانت معمرة بالريش راه مشكلة كبيرة إلا فتحتوها غيطير في كل ما في أي في في يعني في البلاصه كامله ما تقدروش تجمعوه غتوليو كلكم عامرين ريش والمشكلة أن المخايد اللي كيتباعو في إيكيا آه فيهم اللي معمرين بالصوفة وفيهم اللي معمرين بالريش والريش اللي كيستعملو طبعا لأنه مرخص ماشي شي نوعية جيدة ف يعني في كيبقاو فيه فحال في هادوك آه فحال العواد كتحس بهم ملي كتكون جالس دابا انا هاد اللي شريت وحده فيهم ديال الصوفه العاديه وجوج اخرين ديال الريش وانا ما رديتش البال حتى جيت للدار عاد اكتشفت انهم ديال الريش والريش ملي كيكونش من النوعيه الجيدة ف يعني ما كير ما كيريحش وما يمكنش تزيد في المخده او تنقص منها هو الريش المخده ملي كتكون من النوعيه الجيده من الريش من الدرجه الاولى او النوعيه الجيده كيصلح للنوم لان المخده كتكون رطبه بزاف وكيرتاح الانسان اللي كينعس عليها ولكن هكذا في الصاله يعني غير كتقيس المخده كتولي كلها معوجه مهم بالنسبه للخياطه استعملت هاد الطريقه هادي كندخلو وكنخرجو الابره وكنرجعو لمنطقه البدايه بحال هاد الشكل هذا هاد الغرزه هادي كنخي... كنستعملوها ملي كتكون الخياطه ما غتبانش ماشي ما غتبانش يعني هاد الم... هاد المخده هذه غنخشيوها يعني في واحد ما غتبانش هاد الخياطه هادي الا كنا غادي نخيطو باليد الغطاء ديال المخده كنستعملو واحد الغرزه اخرى ما كتبانش لكن هذه هي الاسلم لانها ما تخليش الحشوه تخرج تماما هنايا كيف ما قلت لكم هذه هي المخده اللي فيها الريش حتى لو بغيتي تصبنا صعيبه انها تصبن لان الريش اللي في صعيب بزاف انه يصعب انه ينشف ويبقى محافظ على هذيك الشكل ديالو هذا الفرق ما بين المخدة اللي معمرة بالصوفة اللي عاد صايبت هي هذه كتبقى محافظة على الشكل ديالها والمخدة اللي مصوفة بالريش كتقصاص صافي كتعواج بحال اللي كتشوفوا هنايا المهم ردوا البال وشوفوا نتوما شنو كيسل بالنسبه للوصف الشاي اه ان شاء الله اليوم غنحضر سايكوك او الكس غنحضرو بالكسكس ديال البلبوله ديال الشعير كنظن هذه البلبوله هذه ديال الشعير اللي هي هذه آه طبعا ممكن تحضروه بالبلبوله العاديه عندي هنايا تقريبا واحد جوج كيسان غنضيف عليهم آه تقريبا ايضا واحد الكاس ونصف ديال الماء الدافئ اللي زدتو شويه ديال الملحه ممكن تبسبسوا هذا الكسكسو هذا بالزيت قبل ما تضيفوا الماء انا ما بغيتش نستعمل الزيت تماما فعملت غير الماء غنخلي هاد الكسكسو هذا او هاد البلبوله هذه حتى تشرب الماء مزيان عاد غنرجع نفتلو انا كنظن ان هاد الكسكسو هذا ديال بلبوله الشعير كيتوجد نفس الطريقة ديال الكسكسو العادي غير أنه ياخذ وقت أطول في الطياب ويعني ياخذ وقت طويل من الكسكسو العادي فهنايا بما أنني ما استعملتش الزيت فعن يعني كيلصق كي هذاك الكسكسو في بعضياته فضروري ما نفتلوه بحال هاد الطريقة هذه حتى نتأكدوا أن الحبيبات ديالو انفصلوا على بعضياتهم من بعد غادي نسخن واحد البرمة غنعمل فيها الماء وغنخليه حتى يغلي وغادي نضيف عليه هاد الكسكسو هذا يفور تفويرة الاولى انا عندي البرمة ديال الكسكاس العيون ديالها كبار فدائما كنستعمل واحد المنديل او واحد واحد الفوطه ديال المطبخ هكذا باش ما يهبطش كله في الماء فغنعمل هذا الكسكسو هذا في البرمة عفوا غنعملو في الكسكاس غنلوي عليه هذا المنديل هدا وغنردو يفور التفويرة الأولى تقريبا واحد عشرة ديال الدقائق وغادي نحيدو من بعد ما كيدوز عشرة ديال الدقائق تقريبا وكتطلع فيه التفويره يعني كنشوفوا البخار هكذا طالع غادي نحيدو من هذا القماش غادي نخويه في الطبسيل او في في القصعه على حسب الكميه اللي استعملتوها غنخليه يبرد هنايا غادي نفككو غير بالمعلقه خشبيه وغنخليه حتى يبرد وغنعاود نسقيه بشويه الماء بالماء ونردو يتفور بالنسبة للطبق الجانبي اللي غادي نقدمه مع سايكوك أنا جبت الخضرة اللي عندي في الثلاجة كاملة جبت أيضا شوية ديال شوية الموزاريلا وشوية ديال الحمص وغادي نوجد واحد السلطة في الحقيقة أنا ما كنتش عارفة بالضبط شنو غادي نوجد ولكن في الأخير جا واحد طبق زوين عندي هنا ثلاثة ديال الحبات ديال البطاطس اللي قشرتهم وثلاثة الحبات ديال الجزر أو خيزو غنقشرو حتى هو وغادي نغسلهم طبعا مزيان كاينين بعض الخضر غادي نسلقهم والبعض الاخر غادي نخليها هكذا خضر هنايا عمرت واحد الكاسرونه بالمبارد بارد غنقطع البطاطا قطع صغيره وايضا حتى الجزر حتى غادي نقطعه قطع صغيره بالنسبة لللوبيا الخضراء هذه صغيرة ما فيهاش الخيوط بزاف عن بواحد الطريقه سهلة جدا كان بحال في وكنستفهم وكان ستفهم وكان قطع لهم الجنب ديالهم يعني الأطراف بجوج في هذه الطريقة هذه كتسهل علينا العملية بزاف أنا نقطعه واحدة بوحدة خصوصا كيف ما قلت هذه صغيرة هذه اللوبيا الخضراء هذه النوع ديالها صغير ما فيهش الخيوط تماما بالنسبة للناس اللي كتخاف من الخيوط فيستعملوا الطريقة التقليدية غادي نضيفهم على من بعد ما غسلتهم طبعا غادي نضيفهم على البطاطا او خيزو او الجزر غنضيف لهم شويه ديال الملحه تقريبا واحد نصف ملعقه صغيره وغادي نردهم يتسلقوا في واحد المقله غادي نضيف تقريبا جوج معلق كبار ديال زيت الزيتون غادي نقشر جوج ديال الفصوص ديال الثوم وغادي نحكم فوق زيت الزيتون بحال هذه الطريقه ممكن تحكوهم طبعا او ممكن تقطعوهم قطع صغيره غير هو ملي نحكم فحال هكذا كيذوبوا في الزيت وكينسموه مزيان هنا عندي شويه ديال الفلفله حاره يابسه مطحونه او الفلفل الحار المجروش غنضيف تقريبا واحد راس ديال المعلقه ممكن تستغناو عليه الى ما بغيتوش وغنخليه يتقلى هادشي غنخلي يعني الثومه هذه والفلفله تقلى في زيت الزيتون غير حتى تنسمو بطعم ديال آه التوم الثوم وغنضيف عليه تقريبا واحد الكوب الى جوج كوب كؤوس ديال الحمص آه المسلوق اللي غسلته مزيان وغنتبل بشويه الملحه شويه الفلفل الاسود وشويه ديال الكمون وشوية ديال التوم الجاف إلى عندكم إلى ما كاينش طبعا ممكن تستغنوا عليه وغادي نقليه مزيان حتى يتشرب هذاك الحمص يتشرب هذيك التتبيلة ديال زيت الزيتون هنا من بعد ما بردت البلبولة ديال الشعير او الكسكسو ديال البلبولة غادي نفتلو فحال هكذا كيف ما شفتو انا ما ضيفتلو الزيت تماما غنعاود نفورو واحد جوج مرات بنفس الطريقة غنعملو في الكسكاس فوق الماء غليان ونخليه حتى يفور تقريبا واحد عشرة ديال الدقائق الى 15 دقيقه ونحيدو ونخليه يبرد ونفتلو عاوتاني نعاود نفوره هنايا بالنسبه للسلطه ديال الخضر اللي ما غاديش نطيبها بالنسبه للناس اللي ما عندهمش هذيك اللي كتنشف الخس او في حالي عجز. انا كنعكز الجبده مو كتعملوه في في واحد المنديل ديال المطبخ يكون نقي وكتبقاو تنشفوه في حال الطريقه هذه ضروري ما اننا نشفو الخص باش ملي فوق منه الصلصه يتلصق فيه الا كان فيه الماء ما تلصقش فيه غيبقى هكذا كميه غادي نحط هاد الخص هذا في الطبق كبير ديال التقديم كيف ما قلت انا جبت الخضره كامله اللي عندي كانت عندي واحد الحبه ديال الافوكا اللي الحمد لله أه يعني زوينة بزاف طيبة ما فيها لك لا حتى حاجة أول مرة من مدة طويلة كنلقى شي أفوكا في طريقة التقطيع ديالها هي هذه كنقسموها على جوج كنحيدو العظم كنقسموها بالموس وبالمعلقة كنزولو الوسط ديال الأفوكا طبعا هاد الطريقه هادي كتنفع غير بهاد لافوكا هادي اللي كيكون القشره ديالها خضره شي بعض المرات لافوكا كتكون لاصقه فيها القشره ضروري من نقشروها بالموس ضفت شويه ديال الذره هنا عندي واحد الحبه ديال الموتزاريلا الطريه غنقطعها وغادي نوضعها في الوسط بحال هاد الطريقه هادي اليوم كان الصهد بزاف وكنت غادي عواله نطيب واحد الطاجين ديال الدجاج من بعد عكزت لان الصهد بزاف كما قلتلكم لكم عاد غنبقى نعجن الخبز عاد غنبقى نصاوب الطاجين واحد الصهد كان يعني خطير فقلت انا غنطيب غير داكشي صيفي وخفيف كي يجي كيف ما يجي غيجي مزيان هنايا من بعد ما طابت البطاطا وخيزو و الفاصوليا الخضراء ضفت لها واحد الحبه ديال الشمر او الباربا وغنجهز الصلصه فواحد القرعه ديال الدجاج غنضيف العصير ديال حامضه ممكن تستعملوا الخل غنضيف شويه ديال الملحه طبعا تقريبا واحد واحد ربع ملعقه كتبقى على حسب الذوق غنحك واحد الثوم الثوم ضيفوه للصلصات فقط اللي غادي تستهلكوها يعني داك النهار ما تخليوهاش في الثلاجه لان الثوم الا بقى كيتغير الطعم ديالو ضفت واحد شويه ديال المطرد وزيت الزيتون الزيتون كنضيفو ثلاثه ديال المرات المقدار ديال الحامض او ديال الخل وحركتو مزيان ضفت شوية ديال الفلفل الأسود أيضا هنا عندي شوية القزبر المعدنوس غندردرو فوق الخضر وغنصب الصلصة ديالي اللي حضرت بحال هاد الشكل هدا بالنسبة للصلصة ديال الخضر الطازجة اللي ما غنطيبوهاش عملت واحد المعلقة صغيرة ديال الملحة واحد الملعقة كبيرة دخلت التفاح البصل الجاف شويه ديال الخلطه واحد الخلطه ديال الاعشاب الجافه وزيت الزيتون وخلطته مزيان هذا هو الحمص من بعد ما تقلى مزيان تشرب هذيك الزيت المتبله بالثومه والفلفل الحار المجروش غنوضعو حتى هو في الطبق بحال هذه الطريقه هذه كيجي لذيذ بزاف بحال الفكره تقريبا ديال طيب وهاري اللي كنا كناكلوه ملي كنا صغار هذاك الحمص المسلوق ديك كنا كناكلوه بالكمون وهذه هي الصلصه بالنسبه للصلصه دائما زيت الزيتون كيكون على الاقل ثلاثه المرات الكميه ديال الحامض او الخل باش ما كيجيش هذه الصلصه ما كتجيش محمضه بزاف غنسقي الخضر الطازجه بالصلصه بالنسبه للكسكسو غنخليوه يبرد ضروري ما يبرد كلما ما برد كل كان مزيان انا من طاب وجد وضعته في الثلاجه باش نسرع العمليه ديال انه يبرد وهنايا عندي اللبن اللي بارد حتى هو وهذا هو العشاء ديالنا طبق ديال السلطه ديال الخضر الطازجه وطبق ديال الخضر المسلوقه طبعا البروتين هنايا هو الجبن وايضا الحمص والذره والافوكا الحمد لله على هاد النعمه هذه يعني انا بغيت نستهلك هذه الخضر هذه لان كيف ما كتعرفوا قرب رمضان وغنمشي ان شاء الله نتسخر فكانت حتى هذه فكره انني نستعمل الخضر اللي عندي وهذا هو سايكوك ديالنا اللي هو الكسكسو ديال ديال الشعير باللبن البارد عشاء يعني بيرفكت او يعني كيتواتى كي مع هذا الحر هذا كنتمنى ان شاء الله الفيديو ديال اليوم يكون عجبكم واستفدتم منه وكنقول لكم شهيه طيبه وان شاء الله نتلاقاو في الفيديو القادم السلام عليكم